هلا هلا الغالي يا بنت الغالي، أخيراً شلفت المحل، يا هلا فيك. أنت شو قاعد تسوي بمحل أبوي؟ شو تسوي بمحل أبوي؟ يبا محلي هذا محلي، إيش فيك أنت؟ لا تصرخ عليه أنت بعد، ما عاد مسح أبوي، مسح أبوي، أنا آسفة أنا. يبا المحل وراعي المحل تحت أمرك. أنا اللي طالع وأنت اللي داشة. خليك ريال قد كلمتك، يلا أطلع خلنا ندش. أطلع أطلع أطلع. محله يا إلهام، محله محل الريال، خلاص أنت عندك باستا باستا. يما منو هذا؟ هو سمير مسوي نيولوك. وين هي بيت نيولوك؟ حاط لك وزار لابسه تقول نيولوك. حسين من لبس المسعف والليف، هذا لبس السبعينات، هذا الله يهداك. ايش عرفك انت؟ الحين انت سمير؟ انا سمير بدمه ولحمه. اي نعم، حل هذا. ايه شو عندك؟ ما عندي شيء. ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ شوفي لهومتي، هذا اذا ضايقك او قال لك كلمه زين، ترى انا معص رقبته، معص رقبته، ترى بس اشاره منك وانا ذبح لك. اسكت اسكت انت ويا بس، الله يخليكم، خلونا نتفاهم بروحنا. هيا الله يخليك، انت مالك شغل بحد. هداك ما تستحي على وجهك، عرض عيالك للبيت. سكت سكت، كيفي كيفي انا، كيفي انا اشتريهم. شد ادري يمكن بمية فت تشوف يشبهونه. استحي على وجهك، بعد صاير مطنزه بالسوق. اسكت مالك شغل فيني، مالك شغل. صرخ عليك يا سمير. كيف يا كيف؟ والله انا بحالي. الشرها عليك يا سمير، وين وجودتك؟ بس اسكت بس، هدي هدي سمير. عطني عرض مقفك، ادلف يلا، خليني انا اتفاهم معك. ادلف تحت امرك. كاشخ كاشخ، يا لابس الثوب المنقط. عاد اقول لكم ايش قاعد تسوي؟ بس يبا كسرت بضاعتي. حرام عليك، عورت عياله، عورت عياله. شوفي انت ايش فيك معصبك اليوم علي؟ ايش فيك؟ يبا انا الحين اسوي توسعه بالمحل واجيب بضاعه عشان خلي يعصبون بعض الناس. خبوا بعض الناس. ايش فيك؟ حسبي الله عليكم، انتوا شنو تبغى؟ حريم انتوا؟ صبور؟ هذا ابو خرف ينني، بس شوف عاد اذا داس طرف على لهومتي كنا دايس على عصعصي. القطو اذا داسوا على عصعصه شو يقول؟ هو انا ما اقول هو ولا اقول مو، انا اقول رفسه رفسه الحماري في رقبه زرافتي. اطشره انا تبي شنو اقول لك؟ يقول اقول لك وع ويخرب بيتك ابو شكلك، ذبحتني اذيتني لما اشوفك كني شايف قوطي صمغ. يا اخي بدل يا عبي، يخرب بيتك يا اخي. شو هيدا؟ شو هاللبس اللبس؟ شو هيدا؟ احر ما عندي، ابرد ما عندك. والله انا بتشبدي هذا، كل كلمه والثانيه. شو هيدا؟ يخرب بيته، ان شاء الله يجون يخربون بيتك خمسه خرص وعشره بورص، يخربطون بيتك تخربط. خمسه شنو؟ خرص. خرص خبز؟ كنيته هذا اللي يقول يخرب بيتك. اوه لوعتي كبدي بمحل ابوك، محل ابوي ومحل ابوي. باع المحل، المحل مو محلك، كيفه محله. لا حبيبتي مو كيفه، محل ابوي هذا، محل ابوي. لا حبيبتي مو محل ابوك، ريلك العزيز الكريم الجميل باع المحل. ابفهم ايش بتسوين الحين؟ بتشوفين يا جهانه، وما اطلع الهام بنت الحجي حسن، اكبر تاجر بسوق الحريم ان ما رديت هالمحل. تعي شويه الهام حبيبتي اختي جميلتي. انتي سالفه البسطه هذه والتجاره مو لله، ايش ناويه عليه؟ قولي لي يلا بسرعه. تفضلي. للحين يا نبيل للحين؟ ايش تبيني اسوي؟ تبيني اضحك؟ كذا ضحكت استانسي؟ ما ابيك تضحك، بس ابيك تنسى تنسى. بعدين انت عقب استقالتك ما قدمت ديوان الخدمه، خلاص كله كم يوم ان شاء الله ويعينونك مكان احسن من الثاني. ايه ديوان الخدمه اروح عشان استلم وظيفتي الجديده ويطلع لي مسؤول نفس مسؤول اللي قبل. يحب الواحد ما يشتغل نفس الناس، يبي رشاوي، ما يبي حارب اللي
تبع الفساد واللي يحبون يخربون الديرة وما يبي يعني يبي كله رشاوي ويبي فلوس ما يبي واحد زين نفسي ما يبي واحد نفسي زين ما يبي أهلا والله حي الله بنيار سلامي هلا السلام سلامي هلا والله هلا حي الله بنيار هذا احنا شرقت الهام حبيبتي روح نامي وين اروح حي الله ولد عمي شلونك شخبارك شركتوني ما حد يدري عني ولا شيء الا تحال صج انا بشكرك وايد 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 بشكرك انا ادري كان لك دور كبير خليت فيصل يسقط القضيه انا ادري من شي بشكرك يا ولد عمي بالعكس ما سويت شيء انا هالشيء لازم اسويه من زمان انا تاخرت وصدقيني حقك راح اجيب لك لي باب بيتك شكرا حبيبي بس فيصل وين فيصل طلع وأجر شقة بروحه ومن بعد ما كلمته قلت له عشان الأخوة اللي بيننا خلاص اسحب القضية وراح وسحب القضية بس من يوم ما سحب القضية أدق على تليفونه جهازه مفصول عن الخدمة لغاه من الشركة والله تبي الصج يا ولد عمي أنا يعز علي أشوف ولد عمي وبعيالي يوصل لهالحالة بس قلعته أحسن يستاهل ياخذ جزاك قلعته اسمع علي قومي طسي روحي بيت ريلك قومي ايش حق قاعده شي قومي قبل لا تشيل اغراضها وتشيل قشها انا يوم حبيتها رحت خطبتها من عمي والحين بعد ما صارت مرتي حبيبتي وقلبي وحشاشه يوفي الحين ابي اخطبها منك مره ثانيه على سنه الله ورسوله يعني. قبلت يا ولد عمي قبلت خذها بعبايتها خذها قومي روحي بيتك طسي عسى ربي يتمم عليكم ان شاء الله واشوف عيالك حوالي يلعبون كذي ان شاء الله قولي امين 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 قولي امين يا الرقله امين عيال سمعين لي باب كلوش يا رجلة تو ما نور البيت يا عمري حياتي والله البيت منور بالشموع اللي انت حاط لي اياها حبيبتي هذا نورك اللي مغطي المكان كله امسح تدري ان انا من غيرك احس اني انا عشت بظلمه ايش بظلمه ليش حبي كانوا قاطعين عنك الكهرباء مو من رديتي ردوا الكهرباء يا عمري ويت ايه شلونك حبي ايش هذا عصير شنو هذا عصير مانجا اقول لك شيء قول احس ان انا من غيرك ما اقدر اعيش حسيت اني انا بموت الله يرحمك قصدي يعني بعيد الشر عنك حياتي انت أبي أقول لك شيء ثاني أنا اليوم كسرت خاطري إلهام وايد إي والله حرام مسكينة بس تصدق يعني زين قدرت تقنع أخوك إنه يتنازل عن القضية لا للحين ها ما شفتي شيء أنا بحاول هم أرد لها المحل وأرد لها حلالها كله محل تعبني وقاعدة رومانسية وشموع وتقولي المحل كلكم اليوم قاعد تتكلمون عن المحل يا معود ما تسوى المخالفه اللي انت مسويها شنو يعني بضاعه منتهيه الصلاحيه صار لها يومين تو الناس فانا من رايي انك تلغي المخالفه وتفكر من هالسالفه يا نبيل شو تقول طال عمرك بضاعه منتهيه صار لها يومين ما يصير انزين وارواح الناس يا نبيل لا تحبك هوايد ترى راعي المحل وطني وانا عارفه زين فانا من رايي انك انت تلغي المخالفه وتفكر من هالسالفه هذه ما يصير الغي المخالفه طال عمرك قانون هذا وانا طبقت القانون وسويت اللي علي ها تعالني يا نبيل ماشي خليك ذاكره انا علمك اذا ما خليك تداوم 24 ساعه بالمكتب لا والعلاوات كلها شيلها عنك بعد لا بعد بزيدك من الشعر بيت ترى المحل راح يشهد انك كنت تاخذ من البضاعه سابقا يعني بالعربي رشوه فايش رايك انا من رايي انك انت تجيب الدفتر وتلغي المخالفه تقول اللي تقوله وما راح تنازل عن حقي ودفتر المخالفات ما راح تشوفه بعينك
هي كذي يا نبيل؟ اي نعم كذي. انا راح اعلمك، انا راح اعلمك وصدقني هذه نصيحه، فانا من رايي تكتب الدفتر وتلغي المخالفه. ما اعطيك الدفتر والمخالفه راح تستمر. واستقيل وما اعطيك الدفتر. يلا يلا تأخرنا. جاهزة؟ إيه جاهزة. تعالي صج هيو. إيش أخبار عمي معتوك؟ ما رجع؟ بدبي ويا ربعه، دق علي وقال لي أنا بطلع من دبي بكمل السعودية بسوي عمره، الله يهدي. إيه الله يرده بالسلامة. أنت ما لاحظتي شيء على أبوك؟ هوش فيه؟ تعرف أخويه؟ أبوك راح دبي عقب ما رزيقه راحت دبي. معناته أبوك لاحقها. ها عدل يسويها أبوك ولا ما يسويها؟ أقول أنت يا أم التوزوز يوزي وعقلي مالك شغل بحد. وبعدين أبوي يعني لاحق منه؟ بالله ما تقولين لاحق منه، لا يكون لاحق بيونسي ولا شاكيرا. والله عاد شاكيرا بيونسي هذا أنا قلت لك ترى أبوك يسويها. شنو؟ أبوي يسويها؟ لا لا ما يسويها يوزي. يلا عاد يوزي. لا يسويها يسويها صبري. يا ماما يصير كذا كل يوم مدرسة؟ يا ماما ما يصير. يا ماما لا ما يصير. يا ماما يلا بجد. لا ما يصير. سلام. والله يمكن صدق أبوي يسويها ويتزوجها. يا حسرتي. خبرة. لومة. تسمع يا اخي يا اخي شو اقول لك؟ نجره وصيحه العالم قاعد يطالعون بسالفتهم على الصيحه هذول. يا اخي انا نصحتهم مره ومرتين تعبت وياهم. تبي الصج؟ تبي الصج عاد؟ اللي يسوي الصيحه والنجره حيو وسعاده ولا لهومتي طيبه ما هي راعيه مشاكل. اي ما شاء الله عليك شهاده شاهد من اهل بيته. يا عمي المشاكل منهم وهم كلهم ما راضين يتفاهمون مع الناس اذا بنفسهم مو متفاهمين مع بعض. يا شين الريايين اللي منخشين ورا الحريم، اذا فيك خير تعال هني خل نتفاهم. حسبي الله على ابليسك مو تجيب لنا ناس هني نفسونا في محلك. ها قلتي محلك يعني محلي كيفي احرقه اجرى احط حق السينيات في البنيات كيفي كيفي. لا تقول كيفي مو بكيفك. انا محل ابوي مثل ما خذيته على حطته ترد على حطته ولا ابوي ما يرتاح بقبره. ابوك مات حسبي الله على ابليسك الله يرحمه الحي ابقى من الميت. خلينا نشوف سالفه الصينيين هذا ليه. شوفي بيني وبينكم محكمه، اذا انا مخالف راح يجازوني واذا انا مو مخالف فرجوني بفتك منكم ترى زيتوني.
ها يعني انت حن مو مرد؟ ها مو خايف منه؟ لا مو خايف على راسك؟ مو خايف لو لينر توك يني سوكاي يني سوكاي بعد 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 سوكاي ها؟ انا تو شغي ما ترجم لنا حسبي الله على ابليسك شو يقولون؟ يقول قطعتي رزقنا احنا اللي قطعنا رزقك كله انت اللي قطعت رزق اهل الديره حبيبي حلات الثوب رقعته منه وفيه حق اهل الديره مو تجيب لنا هالغربه وتقعدهم هني واللي يقطع رزقني ترى انا اذبحه نخلص عليه تو تشوف 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 لو جو كرتي لحظه كرتي ما حسبت حساب اتعلم كونفو انا عارف الكونفو العربي العدل اللي على اصوله انزين لحظه احنا ربع لحظه خلينا نهاجم عليها روح المخفر وايد ابرك لا 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 ما يحتاج مخفر انا اقول اذا فيكم خير تعالوا هناك ورانا نبيكم تعالوا يا 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 والله ايش اسوي فيهم هلا معاك مندوب البلديه اهلا وسهلا هذه ضاعتك؟ اي اي ضاعت اوف ضاعتك محصره ضاعت كلها كويسه وتمام انت كذاب انا؟ العفو بس ضاعتي تمام واسمي وبضاعتي اليوم سمعتهم في السوق انا الحين راح اخالفك حبيبي خلفني على ايه؟ اخالفك انا كلها تمام يا عمي في ايه؟ اخالفك انا خلفني على ايه؟ بضاعتي كلها تمام لا ضاعتك محصره ايه يا عمي ده مجنون دول اتكل على الله يا عمي ما تفصلناش يلا ايه ده يعني؟ السلام عليكم وعليكم السلام كله هذا بضاعة صيني؟ صيني زين وين رخصة مع المحل؟ ايوه رخصة موجود كل شيء اوكي ما في رخصة ياخذ مخالفة ها؟ طبق القانون ماشي؟ يلا اه يا رويس اي اي وي الله ما يكافي لا توبة كسرالي ما فيني عيب بعدك خلاص ما شاء الله ما شاء الله بتوصلي العالمية يا آنسة سعاد تسوي لي مشاكل مع الدول الشقيقة الصين عاد ما لقيت إلا الصين أخ يا الغار إحنا ناقصين مشاكل إحنا كل يوم مشاكل تارستنا من فوق لي تحت برافو برافو عليك برافو اي 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 راسي اي وانا شكو اخيتك انت فاها ساندها اوقف وياها اش دراني عاد عدم الله انهم طقون طاق خلوا كل جرح حطونا براسنا بطوا راسي وراسها كل جرح شطوله 20 قرزه يعني صينيين اش تبون يسوون فيكم يدلدغونكم اكيد بيقسلون شراعكم واحنا ايش درانا يا حضره الضابط يعرفون كاراتيه ومصيبه صابتهم احنا حسبنا بس ريايلهم يلعبون هذول يطلعون بالتلفزيون ما وعيت الا هم يا حضره الضابط كل واحده مدت كراعينها هطوا 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 كراعين مصيبه عصاي لبلبونا لبلبونا انا وهي وعطتك هذه بطت بط كل ملك حسبي الله عليك شيبت النخره كلها انا شكو يا حظ الضابط هم قالوا تعال معنا وعليش علي وحين قاعد تهجمون علي انت اللي جايبهم بس شوف ان سويت شيء بمحل ابوي شفكك مني يبا شفتش انت مو هذا تصدقين يبا خلاص محل ابوك راح سجلناه بالعدل بعدين انت قضيتك قضيت الصينيين هذولا مو قضيت يا هذول انت اللي جايبهم ايه انت اللي جايب شوف انا ان ما شكيتك عند البلديه ما اطلع بنت الحج عبد الحسن يا عبد الضابط سجل عندك راسي مكسوره وتبرد خلاص سكتوا لجيتونا ليش سكتنا الله يهداك يا عم الضابط هم اللي عايلين علينا وبعدين شوف انا واختي نبي قضيه ما احنا طالعين من هني انت لو تقرا التقرير ايش مكتوب فيه التقرير ما كل ايش حمت دنها وانا عيوني وعلي عليها رجعها الدكتور وصبحها تنصر ولا بنصر هذا هو البنصر اعتقد ايه لفوا لازم نسوي لنا قضيه حق العاب
ما شاء الله ما شاء الله. ولا تعرفين في ثغرات القانون بعد؟ حاضر بفتح لك ملف خاص حق قضيتك، ولا بخصص لك محقق خاص عشان يتابعك، بخلي مشاكل الديرة وبنتابع حضرة جنابك. حاضر. الله أكبر الله أكبر. سمعتها؟ محقق خاص لنا. والنعم والنعم فيك، مشكور وما قصرت. شكرا لك وللداخلية وللوزارة بعد. سبا ربي إن شاء الله يعسكم ويرسكم ويكبر بختكم. قول آمين. حي ها 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 شكوكا احنا تشفي. صوت الشباب وش عندكم؟ حامض مالك ابو حماد ناطع يهبل. سمعوا انا عندي حجيوه. انا عندي حجيوه. قول حجيوتك خلنا نسمعها. شنو حجيوتك؟ شايفتني حاطه شوارب؟ ايش تران حجيوتك؟ انا عندي حجيوه. كيفكم؟ وين هالشايرين تقصعتها؟ سمعوا ماي شوبين اتس فيري دينجرس. يلا كيفكم؟ ترجمي. يعني ان السوق في خطر. كما قلت ان في خطر. نعم ان في خطر. البضائع الصينيه اكتسحت وغزت السوق كله، ورغم ان سوق الحريم محقن للبضائع المحليه والشعبيه، لكن ابوي قايلنا الدور وعاد احنا كلنا بقاع صف صافين عم بنبنشر وبنفرفر وبنرد بيوتنا. شو تقول بنشر وفرفر؟ يا عمي لا فرفر ولا جي تي او. اقول لكم القطار بيمشي خط السريع، انتوا تقولون شو اسمه، وانا خايف تي الايام يبغون اختار وعقل وفنايل وصراويل مكسره، وحتى السيراميك راح يبيعون ما ضيع حظي ما يدرون عن شيء. احنا ما ندري عن شيء. انا واثق في بضاعتي. الصين ما يوردون موديلات السبعينات. اقول انت يا ابو السبعينات باكر بيصنعونها هالموديلات اللي تقول عنها، وبصنعون هالخراجين اللي لابسها مع هالكاروهات. وقول انا ما قلت. حتى هذيل زلوفك على وجهك كأنك الفيس برسلي، باكر زلوفك يدزونهم على عن طريق الديتشل ما ادري ايش اسمه. شوف شلون طالعك ضيعه. والله تبون الصج، انا مو هامني الا شلون بخلاف. طق قال لي طق محل ابوك وطق بخلاف. هذا هم شوهونا. انا وين بيجيني ريال بالطراسي؟ هدني عليها هدني عليها. لا لا تهوري ما فيها بدتك. انا بطلت شفتي بطلت. شو سويتش؟ ما بقوم اذبحها؟ لا خليها تذبحها. تهوري براحتك. ترى بطلت شدي. بس نهد عليها الصينيات يمرمون لها راسها. والله يسوونها شاورما. يبا بسيطة ما يبي لها شيء. لازم ننافسهم بنفس اسلوبهم ونكسرهم بالسوق، وانتم لازم ترخصون البضاعة اللي عندكم. والله صدق. لا والله ايش رايي؟ انا اقول لك ايش رايي؟ شلون يعني تبينا ننافسهم؟ شلون؟ الديرة منبيعه بربع دينار، والليفة سودة، والصخرة سودة، والديرم وعلش المرصح هذا سوالف سوق الحريم. هذا هي اي كله نبيعه بربع. شفتي نبيع ان شاء الله بيع ب 20 فلس. ايش فيك انت؟ قاعد تطني زينة تشوفك. انا ماشي. ايش فيك انت؟ ايش فيك انت؟ ما تفهمين؟ توك جديده بالبسطه ما تدرين شو. يقول لك السوق الصيني ما كنا كلميها. اي بس سكتي سكتي خلي تحكي الرجال الله يهداك. ها خلي عندك مرونه حيد شحنوني. عيد شحنونه ولا عندك شحنونه انت يا ام هبان نطري. وبعدين انت ايش فيك انت توك جديده بالسوق ما تعرفين وين الله قاعده؟ انطمي وسكتي. زين زين كليتوني خلاص. يبا ماكم الا تروحون تشتكون عليه بالبلديه. ايش تسوون والله؟ المخالف لازم اخليه يدفع الثمن ولازم اطبق القانون. انت قلت ثاني بضاعتك محسره ولازم تدفع ثمن المخالفه. انا قلت لك بضاعتك كويسه. بضاعتك محسره قلت لك. كفو يا نبيل. زين تسوي فيه هذا يزات راعي البقاله لانه كان مخالف. ومن باكر راح تروح السوق وانت اللي راح تشرف على السوق، وانت اللي راح تطبق القانون عليهم وتخالف كل واحد مخالف، وبيك تطبق القانون عليهم واحد واحد. ماشي؟ ايما والله تعبت ما ادري ايش اسوي.
يما هذا نبيل. الو الو نبيل نبيل تكفرد علي نبيل. سكره يا يما. هذا هو هذا هو يما. ثاني مره يدق علي وما يتكلم. الحمد لله انه بخير. صدقيني اكيد متضايق نفسيا وتعبان، يبي يقعد بروحه، بس الحمد لله انه بخير راح يرد لك. صدقيني يما، يمكن واحد من الرابعه ماخذ خطه وقاعد يدق علينا. خلاص عيل بلغ الشرطه، طاف على غيابه 24 ساعه، وبالمره قولي لهم على الاتصال اللي من تلفونه. آنك يا ربي 70% وصلنا وماكو فايدة. حسبي الله على ابليسك يا ابو خلاص. ابي وصلنا 70% ولا 0%؟ البيع واقف واقف ما دام سوق الصين هو ابو سوقه قايم. اي نعم سوقه قايم لبس صيني. قلت شو اصير لهم صينيه واقص على هالزباين يشترون مني ما حد طلب وجهي. حسبي الله عليك. انت اصلا مسويه صينيه من يوم فلعوش انت وسعاد. اي والله. اي نعم فلعوش الصينيين تركيهم. لا تخايف من فلوسك، احنا عندنا في البنك حساب بعد. اي نعم حرنا 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 تركينا ما بعنا شيء. والسبع انت ويا الفقر يا الفقره مالكم الفقره. الحين انا راح انزل 80% واشوف احد يجيني. كلكم اشفتكم. هو 70 70 هو 70 على مره هو عليه سوي 80. ايش حقك سوي بلاش الشباب؟ ها تعال تعال اطلعي وجهك. حسبي الله عليك من زين وجهك. حسبي الله. يلا 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 شو اقول؟ تعالوا تعال تفضل ابوي. تبليفات وبصابونات وبعلاوات وبكل شيء. الكحل البوكس قاعد بدهن عمرك زين كله كله. شنو هذا؟ منو طاقكم كذي؟ وانت ايش عليك مني؟ لحظه لحظه اذا تبي تشتري شيء اشتري والله فارج. خلي انت ايش تبي؟ ايش تبي الحين؟ منو انت؟ منو انت يا فيكم ايش تبي؟ انا مسؤول السوق الجديد. وا